أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع أحاول أن أجيب على بعض التساؤلات التي طرحت في الآونة الأخيرة وأوجدت لغطا كبيرا بين الأعزاء والإخوة، وحاول البعض من خلالها أن يوجد فتنة وأن يشغل الواقع الشيعي بصراع شيعي شيعي. وهنا لا بد أن أشير إلى أنه هذه واحدة من أهم أهداف أعداء مدرسة أهل البيت، وهي أن يشغلوا الواقع الشيعي بأمور داخلية وفتن وبغضاء واصطفافات وهمية غير واقعية، حتى ينسوا ما يخطط له العدو. ومع الأسف الشديد أننا وجدنا أن بعض الأعزة من غير أن يلتفت إلى هذه النكتة وقع في الفخ، ولكن بحمد الله تعالى الواعون المثقفون أصحاب القلم أصحاب الفطنة العالية والذكاء التفتوا سريعا إلى هذا المطب وإلى هذا الفخ، وبحمد الله تعالى لم تأخذ هذه الفتنة مأخذها الذي خطط له من يكيد لمدرسة أهل البيت ولأعلام مدرسة أهل البيت ولحوزاتنا الأساسية التي كانت وما زالت وستبقى إن شاء الله تعالى سدا منيعا أمام أي اختراق فكري أو عقدي أو ديني ونحو ذلك. التساؤلات التي عرضت أو طرحت في الآونة الأخيرة أحاول أن أقف عند بعضها لأهميتها. التساؤل الأول الذي بودي أن أقف عنده، وهو: ما هو المقصود من الفقه القرآني أو الفقيه القرآني والفقه الاصطلاحي؟ أعزائي، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه القضية أنا أطرحها في هذه الآونة الأخيرة. هذه القضية بشكل واضح وتفصيلي أشرت إليها في بحث التفقه في الدين في كتابي التفقه في الدين، بإمكان الأعزاء يرجع إلى هذا الكتاب في صفحة 40 من هذا الكتاب. هناك يوجد عنوان، وأنا سوف لا أطيل كثيرا في الإجابة على هذا التساؤل، وهو تحت عنوان تحديد دائرة التفقه. ما هو المقصود بالفقه بالمعنى القرآني أو في المعنى القرآني؟ ما هي الفروق بين المعنى الرائج للفقه أو والمعنى القرآني؟ أشرت إلى فرقين في هذا المجال. فلا يتبادر إلى ذهن الأعزاء أننا طرحنا هذا البحث جديدا. هذه واحدة من المفاصل التي أعتقدها في منظومة فكر مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي أنني أعتقد أن العالم الديني لا بد أن يتوفر على مجموعة من الأمور. هسا قبل أن أشير إلى تلك الأمور التي لا بد أن يتوفر عليها، في اعتقادي أن أشير إلى أن الاصطلاح القرآني والاصطلاح الروائي بشكل عام، وكذلك كلمات الأعلام في مدرسة أهل البيت، تشير إلى أن الفقه كلفظ كاصطلاح كمفهوم لا يختص بالحلال والحرام أعزائي، وإن كان الرائج الآن في أذهاننا سواء في العرف الحوزوي أو في العرف المتجرعي أو لعله حتى في العرف العام
بين الناس عندما يقال فقه يذهب الذهن إلى مسائل الحلال والحرام، يذهب الذهن إلى الرسالة العملية التي كتبها ويكتبها علماؤنا. لا، ليس الأمر كذلك. عندما ترجعون إلى القرآن الكريم في بشكل واضح وصريح، قال: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية المباركة في سورة التوبة، الآية 222 من سورة التوبة، واضحة تشير إلى هذه الحقيقة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنا بودي أن الأعزة يتصفحوا كلمات المفسرين في ذيل هذه الآية المباركة، تجد حتى أولئك الذين قالوا أنه ينصرف إلى الحلال والحرام قالوا هذا خصص عرفيا وإلا معناه القرآني أوسع من ذلك. انظروا على سبيل المثال أعزائي، شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في التبيان المجلد الخامس في صفحة 322، هذه عبارته هناك، يقول: والتفقه ليتفقه، والتفقه تعلم الفقه، والفقه فهم موجبات المعنى المضمن بها من غير تصريح. التفتوا أعزائي، وصار بالعرف، يعني الاصطلاح القرآني شيء آخر. نعم، الاصطلاح العرفي ماذا؟ وصار بالعرف مختصا بمعرفة الحلال والحرام، وصار لا بالاصطلاح القرآني لا بالاصطلاح الروائي وإنما بالاصطلاح العرفي. هسه إما عرف المتشرعة، إما أعبر عنها إما العرف الخاص وإما العرف العام، وإلا واقع الاصطلاح وأعم من ذلك. ولذا نجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي ولا يختص ذلك به، وإنما هذه كلمات المفسرين بإمكان الأعزة أن يرجعوا إليها. قال: ومن هنا يظهر أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية. لماذا قال جميع المعارف الدينية ولم يخصصها بخصوص الحلال والحرام، بخصوص ما ينبغي وما لا ينبغي؟ باعتبار أن الآية المباركة قالت ليتفقهوا في الدين، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن الدين هو خصوص ماذا؟ خصوص الحلال والحرام. إذن متعلق التفقه ليس فقط الحلال والحرام، ليس فقط الرسالة العملية، وإنما متعلق التفقه هو الدين. وعندما نأتي إلى الدين، بطبيعة الحال لا يختلف أحد أن الدين يعني كل المسائل العقدية وبعبارة أخرى والأخلاقية والفقهية، يعني الرؤية الكونية والفقه، يعني الفقه الأكبر والفقه ماذا؟ والفقه الأصغر. قال: تعلم تفهم جميع المعارف الدينية من أصول وفروع، يعني من أصول الدين وفروع الدين، لا خصوص الأحكام العملية وهو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة. والدليل عليه أولا أذكرت الدليل الأول، يتفقه في الدين، وثانيا قالت ولينذروا قومهم، فإن الإنذار إنما يتم بالتفقه في جميع الدين، ومنه ما يتعلق بالثواب والعقاب الأخروي. ومن الواضح أن المعاد هل هو مرتبط بالحلال والحرام أو مرتبط بأبحاث العقدية والرؤية الكونية. وأما على مستوى الروايات، هذا على مستوى الآية، طبعا آيات متعددة أعزائي. لذا أنا أعتقد أن هذه الآية المباركة واقعا لابد أن نقف عندها
كما وقفنا عند قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، تجد أن الأصوليين وقفوا عند هذا البحث لعله أشهر يبحثوها ليستفيدوا منها أنها دالة على حجية خبر الواحد أو غير دالة. أنا أعتقد أن هذه الآية من الآيات المحورية في فهم نظرية التفقه التي أطرحها وطرحتها في كتابي. أما على مستوى الروايات أعزائي، أنت عندما تأتي إلى الروايات الواردة، هذه أمامكم الأصول من الكافي، هذه الطبعة الحديثة اللي هي مركز بحوث دار الحديث، المجلد الأول صفحة 114، عبارته هذه، الآن أشير إلى الباب أعزائي، في صفحة 114 من الجزء الأول تحت باب كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، الرواية عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله الصادق قال رسول الله، قال رسول الله: الفقهاء أمناء الرسل. سؤال: أن الرسل فقط جاءوا إلى أممهم فقط الحلال والحرام، أو جاءوا بهذه المنظومة الكاملة من المعارف؟ والفقيه، هذا يا فقيه، هذا لا يمكن أن يقول أحد أن المراد من الفقيه يعني ماذا؟ يعني معنى الحلال والحرام، وإلا لما كان أمينا للرسل بنحو كامل، وإنما كان في بعد من الأبعاد أمينا للرسل. إذن الرواية واضحة، الفقهاء، إذن الاصطلاح الروائي عند أئمة أهل البيت ليس خصوص الحلال والحرام، وإنما الأعم من ذلك بقرينة الفقهاء أمناء الرسل. رواية ثانية أعزائي في نفس الجزء الأول من أصول الكافي، الجزء الأول من أصول الكافي، هناك في صفحة 92 الجزء الأول، يعني كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء. الرواية أنا بودي أن الأعزاء يلتفتوا إليها، سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. لماذا؟ لأن المؤمنين الفقهاء. الإمام سلام الله عليه انتقل من العام، الآن إذا كان يتكلم عن من؟ مو يتكلم عن عموم المؤمنين، يتكلم عن خصوص المؤمنين الفقهاء. قال: لأن المؤمنين الفقهاء، احفظوا هذا النص أعزائي، حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها. سؤال: الدين إذا كان خصوص الحلال والحرام فالفقيه سوف يكون حصنا بهذا القدر، أما إذا كان مجموعة المنظومة المعارف الدينية، إذن الفقيه لا، لكي يكون حصنا وسورا لابد أن يقف على منظومة هذه المعارف، وإلا لما كان حصنا وسورا لجميع المعارف. بعبارة أخرى، يغلق بابا ويكون سدا أمام بعد، ولكن تبقى الأبعاد الأخرى من الدين مفتوحة لأن يخترقها الأعداء فكريا وعقائديا ودينيا. إذن لكي يكون السور كاملا والحصن تاما، لابد ماذا؟ لابد أن يكون واقفا على جميع المعارف الدينية، وإلا لما كان حصنا تاما. هذا التعبير الثاني أعزائي. التعبير الثالث الذي، وهي تعابير كثيرة في الروايات أعزائي، التعبير الثالث أعزائي ما ورد في كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله، الرواية أن إن الرواية عن الإمام الصادق: إن العلماء ورثة الأنبياء. سؤال: ماذا ورث الأنبياء؟ هل ورثوا الحلال والحرام فقط، أو ورثوا كل المنظومة الدينية من توحيد ومن معاد ومن نبوة ومن إمامة ومن عاد، هذه الأصول الاعتقادية التي نعتقدها، مضافا إلى ما في كل هذا، في كل باب من هذه الأبواب مئات بل آلاف المسائل، هذه كلها لابد أن يتوفر عليها العالم حتى يكون من ورثة الأنبياء. تقول: يعني إذا اختص الإنسان في القضايا، قضايا الحلال والحرام والرسالة العملية، ليس بعالم؟ أقول: نعم، ولكن عالم في ذلك البعد، بعد لا يكون عالم الدين، بل يكون ماذا؟ دين بالمعنى الواسع. نعم،
بالمعنى الذي هو اختصاص. نعم هو عالم فقه، والفقه جزء من الدين، هو عالم اعتقادات والاعتقادات جزء، هو عالم أخلاق، ولكنه عند ذلك يقيد. أما إذا وقف الإنسان على جميع المنظومة الدينية فسوف يكون عالم دين، عند ذلك يصدق عليه أنه من ورثة الأنبياء. وأبحاث كثيرة جدا وروايات ونصوص كثيرة، أنا لا أطيل عليها في هذا المجال. وأما على مستوى الإصطلاح، إذن على مستوى الآية واضح، على مستوى النصوص الروائية واضح، وعلى مستوى سيرة أئمة أهل البيت، أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، يعني فقط كتبوا لنا أو ورثونا فروع الكافي، أم ورثونا فروع الكافي وأصول الكافي، أي منهما؟ ولذا تجدون أن الإمام أمير المؤمنين عندما قال أول الدين، أول الدين ماذا؟ كتاب الطهارة، كتاب الاجتهاد والتقليد، كتاب المعاملات، أول الدين معرفته، أول الدين. إذن معرفة الله يعد ماذا؟ من أهم أركان ومقومات الدين أعزائي. هذه ليست قضية مرتبطة. هسه قد تقول لي سيدنا الفلسفة عرفان، أقول له حديث آخر. أعزائي هذا كتاب المحجة البيضاء للفيض الكاشاني، المجلد الأول صفحة 81، بودي أن يرجع الأعزاء إليه. كتاب العلم من ربع العبادات، بيان ما بدل من ألفاظ العلوم. التفتوا لي جيدا أعزائي، ما بدل من ألفاظ العلوم، يعني أن العلم له أو العنوان له معنى ولكن بدل إلى معنى آخر. اللفظ الأول الفقه، فقد تصرفوا فيه بالتخصيص، الفيض الكاشاني يقول، طبعا الغزالي يقول، جملة قضية متفق عليها بين علماء المسلمين، فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة الفروع في الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها، فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا يعني يطلق، مطلقا يعني يطلق على علم الطريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ويدلك على ذلك قوله ليتفقهوا ولينذروا، وما به الإنذار والتخويف هو هذا العلم، يعني علم الآخرة، علم آفات النفوس، علم الأخلاق ونحو ذلك. وهذا الفقه هو هذا العلم وهذا الفقه، دون تفريعات الطلاق واللعان والسلم والإجارة، فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف. هاي النقطة التي أشار إليها أيضا السيد الطباطبائي، قال لينذروا، هذا خير شاهد على أنه ليس مختصا بالحلال والحرام. إذن أعزائي أرجعوا إلى هذه النقطة وألخص كلامي في جملتين أعزائي، وهي أننا نعتقد أننا لابد أن نميز بشكل واضح بين المرجع الديني بالمعنى الذي أشرت إليه وبين المرجع في مسائل الحلال والحرام، فهذا يقوم بدور وذاك يقوم بدور آخر، ولا داعي لمثل هذا اللغط الذي سمعتموه في الآونة الأخيرة. من التساؤلات الأخرى المطروحة، وهي ما هي أهم المعارف والمحاور في المعرفة الدينية؟ هذا الذي أنا اصطلحت عليه في كتاب التفقه في الدين، بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إليه، وهو أنه تحديد دائرة التفقه. يعني ما الذي نحتاج إليه حتى نطلق على الشخص أنه عالم دين ومرجع ديني؟ أعزائي هناك ثلاثة محاور أساسية لكي نطلق على الإنسان أو على العالم أنه عالم ديني،
وأنه من ورثة الأنبياء، وأنه من حصون الإسلام، وأنه من ثغور الدين والفكر الديني. لا بد أن يتوفر على علوم ثلاثة أساسية. العلم الأول هو معرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى، التفسير، أن يقف كاملا على المنظومة التفسيرية بما تشتمل عليها من مقدمات. التفتوا جيدا أعزائي، ماذا أتكلم في المقدمات، لأنه لكل باب من هذه الأبواب مقدمات. أقرب المطلب إلى ذهن الأعزاء، انظروا الآن نحن عندما نأتي لكي يكون الإنسان فقيها في الحلال والحرام، يعني في الرسالة العملية، ماذا يحتاج؟ مو فقط يأخذ وسائل الشيعة أعزائي، بالإضافة إلى ذلك لا بد أن يعرف اللغة، لا بد أن يعرف الصرف، لا بد أن يعرف البلاغة، لا بد أن يعرف، لا بد أن يعرف علم أصول الفقه، لا بد أن يعرف علم الرجال. هذه كلها مقدمات، ولكن إذا تبحر الإنسان في اللغة، في النحو، في الصرف، في البلاغة، في علم الأصول، في علم الرجال وكلها، ولكن لم يجتهد في الفقه، لا يسمى عالم فقه، وإن تبحر في المقدمات. إذن أنا عندما أقول بأن هذه المحاور الثلاثة، لا أريد أن أتكلم على مستوى المقدمات، لكل محور من هذه المحاور الثلاثة مقدماته الخاصة به. أولا التفسير، لا بد أن يقف على دراية، كنت عند دراية كاملة بالتفسير كما تكون له دراية كاملة بوسائل الشيعة. كيف الآن أنت أي فقيه لو سألته هذه الفتوى من أين تقولها؟ يقول للصحيحة الكذائية، للحسنة الكذائية، للمعتبرة الكذائية. يعني أنه بتعبير سيدنا الأستاذ السيد الشهيد الصدر، يقول أن الفقه كالعجينة، مقصودة من الفقه همتا وسائل الشيعة والروايات، يقول كالعجينة في يدي. لابد أن يكون التفسير ومعرفة التفسير كالعجينة في يده. لماذا أعزائي التفسير؟ لماذا التفسير أعزائي؟ الجواب، لأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد أن أبلغونا أنه وقع في كلامهم دس، وقع في كلامهم تزوير، وقع في كلامهم وضع، صرحوا فلان وفلان وفلان، وضعوا في روايات أبي، لعنوا كثيرا من الوضاعين، وهذه كلها يكشف على أن عملية الوضع كانت واسعة النطاق في ذلك الزمان. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن عملية الوضع كانت مختصة بالاتجاه الآخر، أبدا، يعني بالاتجاه الأموي أو الاتجاه الآخر، لا، عملية الوضع أيضا كانت موجودة في الواقع الشيعي. وأنتوا ارجعوا إلى تاريخنا، ومن هنا تجد أن علماءنا، أن المصنفات الأربعمائة كانوا هو يدققون، حتى أن الموضوعات لا تدخل إلى كتبهم الأصلية. التفتوا لي جيدا، أبلغونا أنه يوجد هناك وضع ودس وتزوير، أبلغونا أن كثيرا من الأصحاب كانوا ينقلون الروايات بالمعنى، أبلغونا أنه وقع تقطيع، أنه العلماء، أنتم تعلمون صاحب الوسائل قطع الروايات، أبلغونا أنه كلموا الناس على قدر عقولهم، أبلغونا أن هناك تقية في كلماتهم. جيد، كيف هذه الموسوعة من الروايات، عشرات الآلاف من الروايات، كيف نميز الصحيح من السقيم فيها والمعلول من السليم فيها؟ الجواب، أعطونا ضابطة واحدة، قالوا اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدان فقلناه، وإلا فهو زخرف لم نقله، ارموا بعرض الجدار، ونحو ذلك من النصوص. وبينكم وبين الله، لمن لم يقف على القرآن ومعارف القرآن ونصوص القرآن والآيات القرآنية، ويعرف الناسخ من المنسوخ، المحكم من المتشابه، القرآن يفسر بعضه بعضا، كيف يمكنه أن يعرض كلام الأئمة على ماذا؟ على القرآن الكريم. إذن الأصل الأول، الإنسان العالم الدين لا بد أن يكون صاحب تفسير، يعني مو أن يكتب التفسير، إلمام كامل. طبعا إن لم أقل بأنه لا بد أن يكون مجتهدا، لأنه أعتقد أن التفسير من المقدمات القريبة، لا من المقدمات البعيدة، حتى يجوز الاستناد فيها إلى أهل الخبرات. على أي الأحوال، هذا الأمر الأول أو المحور الأول. المحور الثاني عزيز أعزائي أبنائي، واقعا المحور الثاني هو العقائد. يعني كيف يمكن أن يكون العالم حصنا للإسلام، ثغرا للإسلام، يصد الهجمات؟ أي هجمات؟ يا ليت أنها كانت هجمات بالسنان والسلاح ونحو ذلك.
هذه هجمات فكرية، هجمات ثقافية، هجمات عقائدية. وأنتم تعلمون الآن الهجوم الكبير الذي تتعرض له مدرسة أهل البيت. أمامكم الآن الفضائيات والقنوات والمراكز والكتب، هذا ما نعرفه، وما خلف ذلك فالله يعلم به. إذن المحور الثاني هي العقيدة، المحور الثالث هو الحلال والحرام. ولكن أعزائي، هنا بودي أن أقف قليلا عند مسألة الحلال والحرام، وهي أنه البعض عندما يتصور أقول مسائل الحلال والحرام، ذهنه مباشرة يذهب إلى ماذا؟ إلى الرسالة العملية. مع أنه أعزائي، هنا لا بد أن أصرح وأقولها بشكل واضح وصريح، أن جملة، أن عدد، أن قسما، أن قسطا من هذه الرسائل العملية اطمئنوا أنه عفى عليها الزمن، سقطت فائدتها. لماذا؟ افترضوا مسائل الحج اللي الآن موجودة في العروة الوثقى، كثير منها الحق والإنصاف أن السيد صاحب العروة السيد كاظم اليزدي قدس الله نفسه، واقعا عندما طرح المسائل في الحج كان ناظرا إلى مسائل عصره. ولكن مع الأسف الشديد نحن إلى الآن نعلق على مسائل ماذا؟ العروة التي عفى عليها الزمن. الآن هناك مسائل جديدة مرتبطة بالحج، إذا نريد أن نكتب مناسك الحج لابد أن نكتب إذا أردنا أن نكون بمستوى صاحب العروة. والبعض يتصور عندما أقول أن المسائل التي عرض لها صاحب العروة انتهى دورها، هذه إهانة، هذه تسقيط. أبدا، أنا أريد أقول أساسا ذاك الإنسان كان عارفا بزمانه، ونحن الذين لم نقف على مقتضيات زماننا وحاجاتنا الفعلية. إذن كثير مما موجود في الرسائل العملية أساسا فاقدة للبعد العملي، مع أنها رسالة. هي ماذا اسمها عليها؟ ما هو؟ رسالة عملية. أعزائي، لابد أن تطرح الآن. ولذا أنتم تجدون الآن كثرت عندنا الاستفتاءات. وقعا سأل أحد نفسه لماذا الآن كثرت الاستفتاءات، وأن الكتب التي تأتي في أجوبة الاستفتاءات حجمها أضعاف الرسالة العملية؟ الجواب: لأن المكلف عندما يحتاج إلى مسألة يرجع إلى الرسالة العملية لا يجد تلك المسائل حاجته، فهي مضطر ماذا؟ أن يستفتي المرجع. مع أن الرسالة العملية لابد أن تكتب بحسب حاجات الناس. أعزائي، هذا أولا. وثانيا، أنه أكو في التصور وهم خاطئ، أنه عندما نقول حلال وحرام فقط يتصور الحلال والحرام في الأبعاد الفردية. صلاتك شلون؟ صومك شلون؟ حجك شلون؟ عبادتك شلون؟ خمسك شلون؟ زكاتك شلون؟ معاملاتك شلون؟ ربا شلون؟ بيعك شلون؟ نعم، هذا جزء من الحلال والحرام. أعزائي، أين ذهبت مسائل الحلال والحرام، يعني ما ينبغي وما لا ينبغي في الأمور الاجتماعية؟ أين ذهب الحلال والحرام في العلاقات الدولية؟ الآن عشرات من الشركات التي تتعامل مع العدو الصهيوني وتدعم العدو الصهيوني ليقتلوا ليتسلطوا على رقاب شعوبنا في المنطقة، أيجوز لنا أن نذهب إلى تلك الشركات ونتعامل معها، مع أننا نجد أننا عندما نشتري منها نقويها، فهي نحو من الإعانة على الإثم. يا ريت إثم فردي، وإنما على تسلطها على رقابنا. أسأل سائل هذا، أكتب مرجع في رسالته العملية متى يجوز ومتى لا يجوز؟ وأرجع وأقول لا أتكلم في المصداق. قد يقول لي قائل: سيدنا، أن المرجع الفلاني أو الكذائي هذا مجتهد في جميع المعارف الدينية. جيد، هذا أنا لا علاقة لي بالمصداق، هذا تكليف المكلف هو يعينه. أنا دا أبين النظرية، المفهوم، المشروع الذي أتبناه وأعتقده وأدافع عنه. أعزائي، التفتوا لي جيداً. ولذا ما نشر في هذا التسجيل الصوتي أو ما نسب إلي فيما يتعلق بهذا المشروع، بهذه المفاهيم، هذه ليست جديدة، هذه من 20 عام، من 25 عام أنا أتبناها، وهذا تراثي بإمكان المراجعة عليه. ولكن الآن أثيرت، ولا أعلم لماذا أثيرت بهذه الطريقة التي لا ينبغي أن تثار بها. إذن أعزائي، عندنا مجتهد مطلق وهو الذي اجتهد في جميع المعارف الدينية، وعندنا مجتهد متجزي. هسه هذا المجتهد المتجزي قد يكون مجتهد متجزي فقط في العقائد دون الفقه، أيضا مجتهد متجزي هذا، يعني عالم العقائد الدينية دون مسائل الحلال والحرام، أيضا هذا ليس مجتهد مطلق، هذا مجتهد متجزي.
عالم الحلال والحرام بكل أبوابها، الفردية والاجتماعية وعلاقات الدولية والسلم والحرب وإلى غير ذلك. هذا يبقى مجتهد متجزي. فإذا اجتهد في بعض الأبواب الفقهية فهو متجزي من المتجزي، مو فقط متجزي، هذا متجزي من المتجزي. الآن أمامكم العراق أعزائي، الآن العالم الدين والمرجع الديني والمتصدي لشؤون الأمة، هل يجب عليه أن يحارب ويقاوم عسكريا فكريا وثقافيا؟ له حديث آخر، عسكريا أتكلم، إخراج المحتال أو لا يجب؟ هذا الذي يريد أن يقول يجب، لابد أن يكون واقفا على تمام منظومة المصالح في الشعب العراقي، وعلى تمام المنظومة في الوضع الإقليمي اللي الآن فيه نار شبت في كل مكان، وعلى المنظومة الدولية، وهو أنه يستطيع أو لا يستطيع. وإذا يريد أن يقول لا، لابد أن ينظر للمصالح، مصالح الشعب العراقي إلى 50 سنة القادمة، إلى 100 سنة القادمة، أنه هذا في مصلحته، ولا بد أن يستشرف المستقبل حتى يستطيع أن يقول لا فليبقوا، أو يجب مقاومة فليخرجوا حتى ندفع الثمن. هذا هو الفقه الذي أنا أعتقده، الفقه الأصغر، ها، فقه الحلال والحرام أعزائي. البعض يتصور أنا عندما أقول فقه الحلال والحرام يتصور فقط مجرد رسالة عملية، عبادات ومعاملات فردية. لا أعزائي، هذا جزء من الفقه الأصغر، والجزء الأهم من الفقه الأصغر مرتبط بمسائل أخرى، وهنا لابد أن أشير. إذن هاي المحاور الثلاثة اتضحت أعزائي، محور القرآن، محور العقائد، محور ماذا؟ طبعا عندما أجعل العقائد محور مستقل أعزائي لا يتبادر إلى الذهن أنه أريد أجعله قسم في قبال القرآن، لا، لأنه هاي العقائد موجودة أين؟ في القرآن، ولكن أبرزها لأهميتها ولمحوريتها ولركنيتها. وإلا نحن عندما قلنا القرآن ليس مقصودنا فقط 500 آية في القرآن أو 1000 آية في القرآن، مقصودنا علم الآخرة في القرآن اللي حدود 1400 آية كما يقول الشيخ المطهري والعلامة المطهري. عندما نتكلم عن الـ عن الـ عن القرآن يعني عن 1000 آية في التوحيد في القرآن، عندما نتكلم عن القرآن يعني عن تاريخ الأمم، عن العبر التي لقد كان في قصصهم، التفتوا جيدا، لقد كان في قصصهم في آخر سورة الله سبحانه وتعالى بعد أن يقص قصة يوسف بطولها وعرضها والذي لم نعهده في القرآن لأحد من الأنبياء، يؤكد على هذه الحقيقة، يقول لقد كان في قصصهم عبرة، ولكن لمن؟ لأولي الألباب. يعني شنو؟ يعني هذه لم نذكرها حتى تحفظوا القصة مولانا وتقولوها على المنابر، لا، انظروا إلى العبر منها. مع أني أدري أخرج من البحث، ولكنه بودي أن أشير إلى عبرة واحد، درس واحد من هذه القضية المباركة. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أول سورة يوسف يقول: استأملت كثيرا لأعرف ما هي العبرة، أن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة نبي وليس من أنبياء أولي العزم، مذ وهو صغير 7 سنوات وإلى أن ارتحل عن هذا العالم. هكذا تفصيل لا يوجد عندنا حتى في خاتم الأنبياء في القرآن، وفي موضع واحد يقول الله يريد أن يبلغنا رسالة واحدة: أيها الناس اعلموا، إذا أردت أن أخرج إنسانا من قعر البئر لأجعله عزيز مصر، لو اجتمعت أسباب الأولين والآخرين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. لله جنود السماوات والأرض، يجعل إيقاع وقوعه في البئر للقضاء عليه من قبل إخوته سببا، نفس ذاك، هذا السبب الذي بحسب الظاهر للقضاء عليه، ولكن نفس ذلك السبب صار ماذا؟ لأن هذه الأسباب بيد الله يقلبها كيف يشاء، نفس ذلك صار سببا لأن يرتقي إلى مقام عزيز مصر. ولذا إنسان لابد ما يعتني هواي بهذه الأسباب الظاهرية، وإنما لابد أن يتوكل على الله، ولكنه وظيفته كذا. على أي أحوال أرجع إلى بحثي أعزائي، هذه العلوم الثلاثة، تفسير، عقائد، فقه، بالمعنى الواسع، بالمعنى الواسع أعزائي، أرجع وأقول مو بمعنى الحلال والحرام في الرسالة العملية، لأنه مسألة الحلال والحرام في الرسالة العملية هذا جزء من الفقه الأصغر، ولعله الجزء غير الأهم من الفقه الأصغر، لأنه مسائل فردية، أما المسائل الاجتماعية، مسائل الإعلامية، مسائل الآن السياسية، مسائل العلاقات الدولية، مسائل آخرها كلها حلال وحرام، يجب لا يجب، يجوز لا يجوز إلى آخره.
هنا قد يتساءل سائل ويسأل، يقول: سيدنا، لم تقولوا شيئا عن الفلسفة ولم تقولوا شيئا عن العرفان، وأنتم تؤكدون على هذين العلمين الشريفين المباركين، وهو العرفان النظري والفلسفة. الجواب أعزائي، أنا من المعتقدين بأن الفلسفة والعرفان هما من الأدوات الأساسية لفهم النص الديني. كيف أنه جنابك إذا أردت أن تفهم النص الفقهي أو الرسائل الشيعة لابد أن تقرأ علم أصول الفقه. علم أصول الفقه أنا ما أشرت إليه كأصل كمحور، ولكن هو مقدمة ماذا؟ أساسية لفهم النص. لماذا تقرأ النحو أعزائي؟ يعني النحو والصرف والبلاغة والعلوم الأدبية عموما في الحوزات، لماذا نقرأها؟ مو لأنها لها قيمة، وإنما هي علوم آلية. ولكن العلوم الآلية على قسمين: علوم آلية لفهم أحكام اللفظ، وعلوم آلية لفهم المحتوى والمضمون. والفلسفة والعرفان تدخل في ذلك البعد. إذن الفلسفة والعرفان لهما ضرورة، ولكن لفهم النص الديني، لا أنه هو بديل عن النص الديني. لا يريد أن يجلس، التفتوا، علم الأصول لا يريد أن يجلس مكان الفقه، وإنما هو مقدمة لفهم الفقه. ولذا أنا دعوت إلى علم أصول العقائد، دعوت إلى علم أصول للفلسفة، القواعد الفلسفية. يعني كما إحنا عندنا قواعد فقهية، لابد أن تكون عندنا قواعد عقائدية، قواعد كلامية، أصول كلامية. ولذا أنا دعوت إلى علم أصول العقائد كما عندنا علم أصول الفقه. إذن فتلخص مما تقدم أعزائي المحور الذي من خلاله يكون الإنسان عالم دين، هذه المحاور الثلاثة بما لها من المقدمات الضرورية في هذا المجال. والبحث واقعا واسع، ولكنه أنا أحاول أن ألخص الحديث في دقائق حتى تتضح الرؤية للأعزة في المشروع الذي أتبنى. أما التساؤل الثالث، وهو أنه أساسا أنتم تعلمون واحدة من أهم مسائل باب الاجتهاد والتقليد، هي مسألة الميزان في تشخيص الأعلم والأكفأ. عندما أقول أكفأ أعزائي، لا أتكلم عن البعد الإداري أبدا، ده أتكلم الأكفأ علميا والأقدر علميا. على ماذا؟ على أن يكون حصنا للإسلام، وأن يكون حصنا لمدرسة أهل البيت. إذن القضية عندما أعبر الأكفأ الأعلم، مقصودي الأكفأ والأقدر على أن يحفظ ثغور مدرسة أهل البيت، على أن يدافع عن مباني مدرسة أهل البيت، على أن يجعل الذين يعيشون في دائرة أهل البيت في أمن وأمان فكري وعقدي. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمنة. أنا الآن عندي هذه، عذابي هذاك له بحث آخر. أمنة يعني الذي يعيش في دائرة مدرسة أهل البيت لابد أن يكون آمن. ما معنى أن يكون آمن؟ يعني أن المتصدي الذي هو المسؤول عن حفظ ثغور مدرسة أهل البيت، واقعا كيف أن الإنسان يقي أهله وأولاده من حر البرد والحر، من آثار الحر والبرد، كذلك لا بد أن يحمي المتصدي لشؤون مدرسة أهل البيت ولشؤون الطائفة، أن يحمي فكرة أتباع مدرسة أهل البيت من الاختراق العقدي، من الاختراق الثقافي. وكيف يمكن أن يكون فاقد الشيء معطيا له إذا لم يكن هو عالم دين بالمعنى الذي أشرت إليه؟ كيف يمكنه أن يكون حصنا وسدا منيعا أمام هجوم الأعداء؟ من هنا طرحت هذه المسألة، ما هي الموازين؟ أنتم تعلمون الآن، ما أريد أقرر رسالة عملية للأعزاء، لابد كثير منهم مطالع هذا المعنى. يقولون بأنه لو شهد شاهدان بينة، وبعضهم حتى اكتفى بأنه لو قال ثقة واحد وكان من أهل الخبرة أنه هذا هو الأعلم، هذا لازمه أعزائي، لعله في بعض الأحيان مفيدة هذه الضوابط.
ذكروا في محلها الشياع، ذكروا في محله الشياع، هذه الضوابط المذكورة في الرسالة العملية. ولكن في اعتقادي مع الظروف والزمان والمكان الذي نعيش فيه، القضية أعزائي لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الضوابط بشكل 100%. لن تنتج النتائج الصحيحة في الأعم الأغلب أعزائي، وخصوصا عندما تتوسع الحوزات العلمية. لعله نحن عندنا، لو كانت عندنا حوزة علمية وفيها 200 طالب وفيها 3 أساتذة بحث خارج، يستطيع صاحب خبرة واحد أن يذهب إلى هذا البحث وإلى ذاك البحث وإلى هذا البحث ويقول بيني وبين الله من خلال خبرتي علمت أن فلان هو الأعلم. لعله كان بالإمكان. ولكن عندما نأتي إلى حوزة كبيرة كحوزة النجف وبتأريخها والآن بأعلامها، كيف يمكن لشخص واحد أن يطلع على كل تراث هؤلاء الأعلام ليشخص الأعلم من بينهم؟ فإذا أضفنا إلى ذلك حوزة قم اللي الآن تشتمل على 50 إلى 60 ألف وعشرات إن لم أقل المئات من الأساتذة والأعلام فيها، كيف يمكن لشخص واحد أو اثنين أو عشرة أو بينة أو 10 بينات تستطيع أن تقف على كل تراث هؤلاء؟ وخصوصا ونحن نعلم أن جملة من هؤلاء لا يوجد لهم تراث مكتوب حتى يراجع. لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى دروسه، إلى تلامذته، حتى نستطيع أن نشخص. وهل يعقل؟ قد النتيجة إذا لم يكن هذا مقدورا، عند ذلك سوف تجد أنه في عصر واحد البينة تقول هذا أعلم وبينة ذاك أعلم، وإذا عندنا 50 بينة تقول 50 أعلم 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 أعلم. وأما الشياع في عصر ثورة الاتصالات والفضائيات، أنا أتصور إيجاد الشياع أسهل ما يكون أعزائي. إذن هذه لا أريد أن أسقط اعتبارها أعزائي، التفتوا لي، ولكن أريد أقول ليست هي طرق آمنة ومطمئنة للوصول إلى الهدف. من هنا وجدت كلاما لأحد كبار المحققين، وبتعبير صاحب الميزان السيد الطباطبائي يعبر عنه، قال بعض أعاظم المحققين، إشارة إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه وقدس الله نفسه، سيد الطباطبائي يعبر عنه بعض أعاظم المحققين. انظروا هذا الرجل ماذا يقول في كلام سئل عن هذه القضية في كتاب له اسمه الفردوس الأعلى، اللي هي لشيخ كاشف الغطاء، وتعليقات نفيسة بقلم السيد محمد علي القاضي الطباطبائي، صححه واهتم به السيد محمد حسين الطباطبائي، واهتم يعني صاحب الميزان طبعا، وطبع الدار المحجة البيضاء. هناك أعزائي في صفحة، بودي أن الأعزاء يلتفتون إلى هذه القضية، في صفحة 79 من الكتاب، السؤال الخامس، يقول على القول بوجوب تقليد الأعلم، هل يتعين بالشياع في زماننا هذا مع شيوع بعض الأغراض الفاسدة من الأغراض السياسية؟ وهذا الكلام ده يقوله قبل 70 عام، الآن لو يخرج من قبره ماذا يقول؟ السؤال هذا أنه الشياع يمكن أن تؤثر فيه العوامل. قال أو لا بد من قيام البينة، وإذا تعارضتا فأيتهما مقدمة؟ يعني إذا وقع التعارض بين الشياع يقول فلان هو الأقدر والأكفأ للتصدي، والبينة تقول فلان، فما هو الميزان لذلك؟ أعزائي يذكر ميزانا مهما جدا بعد مقدمة مفصلة، الآن لا أريد أن أشير إليها لأن وقت كثير يأخذ وقت كثير. يقول طبعا السيد القاضي الطباطبائي اللي محشي ينقل هذا الكلام عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أن حاشي له في على سفينة النجاة، يقول ذكرنا في تعاليقنا على كتاب سفينة النجاة الجزء الأول صفحة 28 طبعة 61 ما هو المعيار الصحيح الذي لا ميل فيه ولا حيف. وخلاصة ذلك الآن، هاي الحاشية ينقلها السيد الطباطبائي عن محقق الكتاب،
هذه الحاشية ينقلها عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطا في تعليقاته على سفينة النجاة، يقول: وما أكثر المدعين لهذا المنصب، تعلمون منصب النيابة العامة منصب أن يكون الإنسان في موقع الإمام في عصر الغيبة منصب إلهي عظيم، أصلا هو المسؤول عن الشيعة في عصر الغيبة، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، كما قال الإمام سلام الله عليه. قال: وما أكثر المدعين لهذا المنصب، ولا سيما في هذه العصور التعيسة، وما أكثر المخدوعين بهم جهلا أو لغرض، والغرض يعمي ويصم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرنا، التفتوا إلى، يقول: أحسن المعايير هو هذا المعيار. طبعا كما قلت لا أريد أن أسقط الشياع، لا أريد أن أسقط البينة، لا أريد أن أسبق أهل الخبرة، لا 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 أبدا، ولكن أريد أن أقول هذه لابد أن تنضم بعضها إلى بعض، بمفردها مو كافية. وقد ذكرنا أن أحسن معيار للكشف عن صدق هذه الدعوة وكذبها، يعني عن صدق المدعي للأعلمية، المدعي للمرجعية، المدعي لهذا المقام، أن أحسن معيار للكشف عن صدق هذه الدعوة وكذبها هو الإنتاج العلمي وكثرة المؤلفات النافعة. هذا القيد واي مهم، لا يتبادل يكون كثرة مؤلفات يعني دليل على مقامه العلمي، لعل إنسان عنده 10 مجلدات أو 10 كتب تعادل 100 كتاب يكتبه الآخرون، المهم يوجد عنده إنتاج ليبين بعده العقائدي، بعده التفسيري، بعده الفقهي، حتى الناس يقفوا على هذا التراث. وأن محل الشاهد عندي هاي الجملة أعزائي، والرجل واقف على تراث الإمامية، وأن طريقة الإمامية من زمن الأئمة، يعني من عصر الغيبة الصغرى إلى عصرنا القريب، هو أن المرجعية العامة والزعامة الدينية تكون لمن انتشرت وكثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي الذي تكاد مؤلفاته تزيد على 400، ولكن كلها ليست في الحلال والحرام فقط، انظروا إليها تجد فيها التفسير وتجد فيها العقائد وتجد فيها دفع الشبهات وتجد 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 ضمنها ماذا؟ الكلام، وتجد فيها الحديث وتجد، هذا يكشف عن أنه إنسان ماذا؟ ولذا أنا عندما ذكرت أن الشيخ الطوسي ما كان مقصودي أنه أحصر القضية، كنت أريد أبين فد مثل أعلى للمرجع الديني وهو شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، والشيخ الصدوق الذي له 300 مؤلف، وهكذا كان هو المعيار الصحيح والميزان العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح والشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء إلى الشيخ الأنصاري وإلى يومنا. أما بعد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه تجدون أنه ماذا حدث؟ نجد بأنه أساسا التوجه، ما أريد أقول أنه سقطت تلك العلوم انتفت، لا، نجد أن الأعلام المتصدين عندما تنظر إلى تراثهم 50 مجلد 70 مجلد 100 مجلد كلها ذات بعد واحد وهو في الحلال والحرام. نعم الواقع عن الحق والإنصاف لابد أن يقال، أمثال السيد الإمام، أمثال السيد الخوئي، أمثال السيد محمد باقر الصدر، هذه الطبقة أمثال أعلام كبار في حوزة قم، الآن ما أريد أن أشير إلى الأسماء، تجد بأنه بينه وبين الله عندما تنظر إلى تراثهم تجد أن التراث كما يشتمل على الفقه ويشتمل على الأصول ويشتمل على الرجال، يشتمل على التفسير، يشتمل على العقائد. وعندما أقول عقائدا أعزائي لابد أن تلتفتوا، لأن الوقت واقعا أنا لا أريد أن أطيل، لأنه أريد أن تكون هي مختصرة. العقائد أعزائي فيها بعدان أساسيا، البعد الأول هو بيان الأصول العقدية التي نعتقدها، البعد الثاني هو علم الخلاف. أنتم الآن لو ترجعون إلى كتبنا الأساسية في علم في الإمامة تجدون في العم الأكتب كتبت في علم الخلاف،
يعني أنه هم يقولون أن علي هو الخليفة الرابع، احنا نريد نثبت أن هذا مرتبط بعلم الخلاف. أما من هم الأئمة؟ ما هي مقاماتهم؟ ما هو علمهم؟ ما هي درجاتهم؟ هل لهم وساطة الفيض؟ هل هم عندهم ولاية؟ هذه كلها لم تبحث أعزائي، لا توجد رسائل كاملة في هذا المجال. إذن أعزائي، نحن نعتقد، وهذه قضية أساسية، أنه واحدة من أهم، لا أقول أهم، واحدة من أهم، حتى الشياعة من نبقيها على حاله، شهادة البينة من نبقيها، شهادة أهل الخبرة من نبقيها، وعوامل وأدوات أخرى من نبقيها، ولكن واحدة من أهمها هو التراث. من أقول من التراث، مو مقصودي أعزائي فقط التراث المكتوب، لا، قد أن العلم من الأعلام لا يوجد عنده تراث مكتوب، ولكنه في الحوزات العلمية 30 عام، 40 عام، 50 عام، 60 عام، مشغول بتدريس مختلف هذه المواد. كيف أنه الآن عندما يشار إلى شخص يقال هذا 30 عام يدرس فقه، وجيد، هسه لو لعله ما عنده أي كتاب فقهي أيضا، ولا ليس مهما، المهم أنه معروف عنه أنه أستاذ مارس هذا العلم وهذا البعد المعرفي، تفسير، عقائد، فلسفة، عرفان، بالمقدار الذي أشرت إليه. إذن أعزائي، هذه نقطة مركزية لا بد أن يلتفت إليها. وأنا عندما أقول وقلت ومرارا أذكر، أقول تراثي كذا، دروسي كذا، أطمئن أعزائي في هذا البعد أتكلم، لا أريد أن أقول بأنه ممكن لأهل الخبرة، لأهل التحقيق أن يراجعوا هذا التراث، أن يحكموا، يعني الحقيقة بأيديهم، ليس مدعى بلا دليل. الدليل هو هذا الواقع العملي أو الواقع العلمي الذي بحمد الله تعالى الأعزاء يعرفون، منذ 40 عام، منذ 35 عام أنا مشغول في هذه الحوزات العلمية بالتدريس، وبحمد الله تراثي أيضا موجود بأيدي الأعزاء، بإمكانهم أن يرجعوا إلى ذلك. إذن ألخص جوابي عن هذا السؤال، وهو أنه ما هو المعيار؟ الأعزاء لابد أن يلتفتوا أبنائي، هو أنه من أهم المعايير هو ما ذكره العلامة آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وهو ميزان مهم، وهذا هو كان ديدن علماء مدرسة أهل البيت مذ عصر الغيبة الكبرى صغرى إلى يومنا هذا، والحمد لله. وأما أعزائي، في ختام هذا التساؤلات أريد أن أجيب على ما ورد في هذا التسجيل الصوتي الأخير المنسوب إلي، والذي أوجد هذا اللغط الذي لا سابقة له. من هنا يطرح هذا التساؤل، لأنه سيدنا، أي شيء توافقون على هذا التسجيل، خصوصا بعد أن صدرت بيانيتكم أن هذا التسجيل فيه دس، فيه تلاعب، فيه تقديم، فيه تأخير ونحو ذلك. وجاءت أسئلة كثيرة من مختلف بلاد العالم ومن المحبين وغيرهم، كلهم يتساءل، نحن لا نعرف أي شيء صحيح في هذا التسجيل، وأي شيء لا توافقون عليه أو وقع فيه الدس والتلاعب ونحو ذلك. بنحو الإجمال أشير أعزائي، هذا التسجيل كل ما يوجد فيه من الأفكار التي طرحتها سابقا واستمع إليها الأعزاء وشاهدوها، سواء فيما يتعلق بالمرجعية الدينية والمرجعية الفقهية، أو الفقيه القرآني والفقيه الاصطلاحي، أو دوائر المعرفة، أو كلها هذه أعزائي ليست جديدة، بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إلى كتبي، يرجعوا إلى دروسي، كلها أنا أشرت إليها مرارا وتكرارا، ليس أمرا جديدا. إذن هذه الأفكار التي أشرت إليها والتي استمع إليها الأعزاء قبل ذلك، هذه كلها هي مقصودة ومرتبطة بي، وأؤكد عليها وأدافع عنها، وسوف أحاول تسويقها بالطرق الممكنة لتأسيس اتجاه جديد في الحوزات العلمية يقوم على أساس المرجعية الشمولية للمرجعية التجزئية.
القضية الثانية التي ذكرت في هذا التسجيل الصوتي أعزائي ما يرتبط بذكر الأسماء، ذكر أسماء بعض الأعلام والرموز الدينية المعاصرين منهم، وبعضهم قد توفاه الله قدس الله نفسه. أعزائي، أساسا لو تلتفتون أنتم إلى هذا التسجيل تجدون لعله في موضع أو موضعين أنا أقول أنه رجاء لا تذكر الأسماء. أساسا لم يكن منهجي ذكر الأسماء لا في هذا التسجيل ولا في أي تسجيل آخر ولا في أي درس آخر. إذن قضية الأسماء أنا لا أحتاج إليها، لأن هذه ليست من تكليفي تشخيص الموضوع وتشخيص المصداق، وإنما هذا من تكليف المكلف ومسؤولية المكلف أن يشخص أن هذه الضوابط وأن هذه الرؤية وأن هذا المشروع الذي أضعه هذا مصداقه. أنا أضع المفاهيم والأفكار والمشاريع ومصداقها، كما أن الأعلام هكذا يفعلون في الرسالة العملية، يقولون أن المجتهد هذه شروطه هذه مواصفاته، وأما تشخيص المصداق تشخيص الواقع الخارجي فهذا من مسؤوليات المكلف. إذن الأسماء أنا لست معنيا بها ولا أريد أن أدخل فيها. وأما قضية لا سمح الله الإهانة أو التسقيط أو تكلم الكلام الذي لا يليق بإنسان عادي، فضلا عن أعلام وعلماء ومراجع قضوا أعمارهم في خدمة الدين، بس قد لا أتفق معهم فكريا، قد لا أتفق معهم في المشروع الفكري الذي يتبنونه، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون سببا لأن يتحامل بعضنا على بعض. أساسا حوزاتنا العلمية كانت قائمة على أساس الرأي والرأي الآخر. أعزائي، أنا أعتقد أن حوزاتنا العلمية لعله من أوضح مصاديق الرأي والرأي الآخر الاختلاف، ولكن مع ذلك الاحترام والود والموادة والتزاوج كله قائم بين الأعلام. وأتصور وكما قلت مرارا هذا المعنى أن التسقيط الشخصي هذه لغة العاجز لا لغة العالم، لأن العالم عنده بحث يستطيع أن يتكلم. وأتصور أن الأعزة خير شاهد على ما أقول أمامهم الآن، سنة أو سنة ونصف أو سنتين من برنامج مطارحات في العقيدة عندما دخلنا مع الآخر، والآخر اللي إحنا معتقدين نهجه أموي، أنتم إلى الآن لم تجدوا كلمة واحدة لا سمح الله فيها إهانة أو تسقيط لأحد من أولئك الذين يعادون أهل البيت، ينصبون العداء لأهل البيت من النواصب، ولكن أنا لم أهن أحدا منهم. فكيف يتصور أحد منكم أنه تصدر مني إهانة، وخصوصا أن بعض هؤلاء هم أساتذتي، هم إلى الآن أستفيد منهم، فكيف يعقل أن يصدر مثل هذا الكلام؟ إذن هذا البعد من السيدي أعزائي ملفق مكذوب مفبرك ومتلاعب فيه كاملا، وينبغي، وأنا أتصور بعد هذا التصريح لا أحتاج أن أوصي أعزائي بأنه أن يتجاوزوا هذه المرحلة. النقطة الثالثة التي لا بد أن أشير إليها فيما يتعلق بهذا التسجيل الصوتي أعزائي، البعض لعله تلقى من كلامي أنني لا سمح الله أريد أن أتهم أن بعض الأعلام والرموز هم في المرجعية الدينية هم لا سمح الله لهم ارتباطات بالأجنبي سواء كان الأمريكان أو غيرهم أو غيرهم. الجواب أعزائي اطمئنوا أن هذا التلقي تلق غير صحيح وسقيم وباطل، لأني بيني وبين الله كل علماءنا من هذا البعد أنا أنزههم كاملا. وذكرت هذا المعنى في محل آخر، قلت أن هذه القضية معتقد بها أنها مرتبطة بكرامة الطائفة، مرتبطة باعتبار الطائفة، مرتبط بحيثية قبول واطمئنان الأمة والشارع وأتباع مدرسة أهل البيت، وإلا لو سمح الله أنه وقع اختراق على هذا المستوى في مرجعية الطائفة، أنا أتصور عند ذلك بعد لا يبقى حجر على حجر ولا يستقر أمر على أمر. لماذا؟ لأنه الإنسان عندما يريد يقلد يحتمل أن هذا كذا. إذن أعزائي على الإطلاق ما قلت ولا أقول ولن أسمح لأحد أن يتهم مراجع الطائفة
سواء كنت متفق معهم في الرؤية وفي المشروع وفي العمل السياسي أو لا، أن يتهموا أحدا في هذا الجانب. إذا ما الأمر الذي أنا أشرت إليه في ذلك التسجيل؟ الذي أشرت إليه أعزائي هذه القضية، قلت أن هناك مجموعة من الأمور. الأمر الأول أن التشيع بدأ يأخذ مفعوله في الواقع الإسلامي بل خارج العالم الإسلامي. الثاني أن المرجعية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بعد انتصار ثورة السيد الإمام وبعد سقوط النظام البائد في العراق، أن الأجنبي، أي أجنبي كان، الاستعمار، أمريكان، بريطانيا، أوروبا، أيا كان، هؤلاء فهموا أن المرجعية لها دور أساسي في حركة الواقع الشيعي. ومن هنا إذا استطاعوا أن يؤثروا على قراراتها، إذا يستطيعون أن يؤثروا على كل الواقع الشيعي. ومن هنا أنا حذرت، قلت لابد أن نفتح أعيننا لنرى ما هي المؤامرات التي يحاول أن يكيدها الأعداء لنا للتأثير على مرجعياتنا وللتأثير على قرارنا، لأنه هؤلاء المراجع الأعاظم والأعلام والرموز، هؤلاء لا سمح الله هم بصدد الاتفاق مع الأجنبي. أبرأ إلى الله من هذا الكلام. وإذا كان في كلامي ما فيه هذه النكتة، أعزائي، بيني وبين الله الآن أبينها بشكل واضح وصريح، أن هذا التلقي الذي تلقيتموه من كلامي تلقي غير صحيح. أنا لا أتكلم، تعلمون أنتم عندما تقولون ارتباط يوجد بعدان أو طرفان، الطرف الأول هو المرتبط والطرف الثاني هو المرتبط به. أنا ماذا أتكلم عن علماءنا ومراجعنا أنه لا سمح الله يرتبطون أو لا يرتبطون، أبدا. أنا أقولها بضرس قاطع أنه لا يوجد في تاريخ الطائفة من مراجعنا الكبار الذين لهم نفوذ وتأثير في الواقع الشيعي، لا يوجد أي دليل، بل هناك الأدلة القاطعة على أنهم هم وقفوا أمامي الأجنبي وأمام مطامعه وأمام مؤامراته. أنا كنت أتكلم عن الآخر، عن الأجنبي، عن الذي له طمع في مرجعياتنا يريد أن يؤثر. قلنا لابد أن نحذر أتباع مدرسة أهل البيت من ذلك. المسألة الأخرى التي لابد أن أشير إليها وهي مسألة الأعلمية، وأنه أنا في هذا السيدي أو في هذا التسجيل الصوتي أنه أقول بأنه أنا الأعلم كذا. أعزائي، هذه ليست أمر جديد في 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 وضع الطائفة. نعم، بعض الأعلام كانوا يصرحون بها وبعض الأعلام لا يصرحون بها، ولكن يعملون عملا دال على أعلميتهم. يعني عندما يكتب الشخص رسالة عملية ويكتب في مقدمتها أن العمل بهذه الرسالة مجز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى، ويكتب في أول مسائل باب الاجتهاد والتقليد يجب تقليد الأعلم، إذن هذه الرسالة العملية يقول بأنه أنا أعلم أو ليس بأعلم، هو ده يقول يجب تقليد الأعلم ويكتب الرسالة العملية، يعني يريد يقول لو سألته أنت أعلم أو لا يقول لا أنا مو أعلم. قال له إذن لماذا كتبت رسالة عملية؟ أنت عرفت نفسك في موقع تريد أن تثبت أعلم، تريد أن يرجع الناس إليك لأنك تعتقد أنت الأعلم. وهذه ليست أمر جديد أعزائي. كل علماء الطائفة، كل مراجع الطائفة، نعم أنا في مواضع صرحت بها، قلت ضمن هذه المنظومة أنا أعتقد أني الأعلم، والذي لا بإمكانه أن يجتهد في قبالي يقول نحن لا نوافق على هذا المشروع. أعتقد أعزائي، أنا معتقد بنظرية الرأي والرأي الآخر، أنا معتقد بتعدد المشاريع في هذا المجال. أنا أقول هذه وجهة نظري، هذه نظريتي، هذا مشروعي الاجتهادي. الآخر قد يختلف معي يقول لا نتفق معك، إذن فلست أنت الأعلم. هو حر، كما أنا دا أقول أن الآخر ليس هو الأعلم، انتهت القضية. ما تحتاج إلى إيجاد الفتنة والضغينة وإلى غير ذلك. هذه النقطة. النقطة الأخرى التي وردت في هذا التسجيل الصوتي هي مسألة نفي الاجتهاد. أعزائي،
هذه القضية بشكل واضح وصريح، قلتها هناك وأقولها أنا، أنا لست من أولئك الذين أنفي الاجتهاد المطلق، أنفي الاجتهاد عن البعض بنحو الإطلاق. أنا قلت هناك رؤية، مشروع علمي. أضرب مثال للأعزة حتى يتضح، وهو أنه الآن لو سألت الذي يعتقد بالمشروع الأصولي والنظرية الأصولية في عملية الاجتهاد، يعني يعتقد أنه لابد أن يقرأ الإنسان 20 عام 30 عام أصول حتى يجتهد ماذا في الفقه، هل يعتقد أن الذي لا يقرأ الأصول هو مجتهد أو لا يعتقد أنه مجتهد؟ بعبارة واضحة، أن الأصولي يعتقد أن الأخباري مجتهد أو لا يعتقد؟ يقول لا، ليس بمجتهد. لماذا؟ يقول لأنه ضمن هذه الرؤية الاجتهادية التي أملكها هذا ليس بمجتهد ضمن الرؤية، ضمن الرؤية الاجتهادية. افترضوا الإنسان لو يطالع الآن كتابات ومؤلفات الشيخ الكمباني، الشيخ الأصفهاني، الشيخ محمد حسين الكمباني، الأصفهاني الكمباني، الذي أدخل الفلسفة في كل أبعاد الفقه والأصول. انظروا إليه، أنا أقول حاشية الكمباني على المكاسب هي فلسفة ولكن بمواد وكلمات فقهية، فلسفة. انظروا إلى بحث مثلا الفضولي مولانا، تجدون كل النظريات الفلسفية يطبقها في عقد الفضولي. الآن لو تسأل أنت الشيخ الأصفهاني تقول أولئك الذين لا يملكون الأبحاث الفلسفية العميقة هل هم مجتهدون؟ يقول لا، ليسوا بمجتهدين، لأن هو يعتقد أن المنهج الاجتهادي هو هذا. إذن أعزائي، أنا لم أنفي الاجتهاد بنحو الإطلاق عن الأعلام والرموز، قلت ضمن رؤية التي قد يتفق مع الآخر معي فيها أو يختلف معي، لا محذورة، لكن ضمن رؤية. وخير شاهد على ما أقول في هذا المجال أعزائي ما ورد في تقريرات السيد الشهيد، بتقرير السيد الحائري الله يحفظه ويطيل في عمره ويعافيه. هناك يقول السيد الشهيد، ينقل السيد الحائري هذا المعنى عن السيد الشهيد، يقول طلب مني السيد الشهيد بعد أن حضرت درسه وانقطعت عنه مدة، طلب مني الاستمرار في البحث. قال فاطلع رضوان الله على تصميمي أن أنقطع عن الدرس، فطلب مني أن أعدل عن هذا التصميم وأستمر في الحضور في بحثه الشريف، وقال أنا أضمن لك أنك لو بقيت مستمرا في هذا البحث مدة 5 سنين ستكون مجتهدا. فشرحت له بعض المشاكل التي تحيط بي والتي تمنعني، فتركت الحضور برهة من الزمن إلى أن انتهت، فاستأنفت مرة أخرى الحضور في بحثه الشريف. وحين مضى على حضوري في بحثه الشريف 5 سنين أو أكثر، تشرفت بالحضور لدى الأستاذ ذات يوم وقلت له أنت وعدتني بأني لو حضرت البحث 5 سنين الجزء الأول أعزائي من القسم الثاني صفحة 47 بأني لو حضرت البحث 5 سنين سأكون مجتهدا، وها هو الحضور بهذا المقدار قد حصل ولم يحصل الاجتهاد، يعني أنت لم تجزني بالاجتهاد. فأجابني رضوان الله عليه بأن مفهوم الاجتهاد قد تغير عندك، يعني أنت كنت ترى أن الاجتهاد في هذه الدرجة، ولكن بعد أن حضرت بحثي، السيد الشهيد يقول له حضرت بحثي الآن تبين لك أن ذاك هذاك الاجتهاد، هذا الاجتهاد يختلف عن ماذا؟ عن ذاك الاجتهاد، ذيك مرتبة من مراتب الاجتهاد وهذه مرتبة أخرى. فالاجتهاد بالمستوى المتعارف عليه في الحوزة العلمية قد حصل لك، الآن أنت مجتهد على ذاك الإطار، ولكنك تريد الاجتهاد على مستوى هذا البحث وهذه الدرجة أعلى من تلك. هذا التصريح سيد الشهيد. إذن هذه القضية، وهي أنه أساسا هذا مجتهد أو لا، هذا التعبير أعزائي تعبير نسبي وليس تعبير مطلق، يعني لا لا لا, لا أنفي اجتهاد أحد على الإطلاق، لا يحق لي ذلك، لأنه أنا لست رسول الله ولست الإمام المعصوم حتى يقول فلان مجتهد أو ليس بمجتهد. أنا أملك رأيا اجتهاديا وأملك مشروع فكري أقول ضمن هذه الرؤية كذا وضمن هذه الرؤية ليس كذا. إذن أعزائي، هذه القضية أيضا، هذه القضايا المحاور التي أشرت إليها واضحة ومتبنيها أنا. هسه قد المتلقي متلقي شيء آخر بعد مسؤولية المتلقي وليست مسؤوليتي. وفي ختام بحثي
أعزائي، أوصي أبنائي وإخواني وأبناء وكل من يستمع إلي وكل من يصل صوتي إليه، بالهم أن يقعوا في فخ العدو وهو الإشغال والفتنة الشيعية الشيعية. وأنتم تعلمون في الأمد القريب نحن ابتلينا بمثل هذه الأمور، بالكم أن تقعوا في هذا الفخ. ولكن حاولوا أن تحولوا هذه القضية إلى مسرح لمطارحة الأفكار، اطرحوها هذه، وخصوصا من خلال هذا المنتدى الذي في الآونة الأخيرة موقعنا تبناه. أنا أتصور أنه حاولوا أن تجعلوا البحث بحث علمي، بحث منهجي، بحث حضاري، بحث قبول الآخر، مو رد الآخر. أعزائي وأبنائي وإخواني، وآخر ما بودي أن أشير إليه في هذه الرحلة اللي طالت على الأعزة لعله قليلا، هو كلام ذكره أيضا أحد أعلام هذه الأمة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وإنما أنا أؤكد على شخصية هذا الرجل الكبير والعظيم للمظلومية التي عاشها. وأنا أتصور أن الشيخ كاشف الغطاء إنما عاش هذه المظلومية لأنه كان له مشروع غير المشروع المتعارف والمألوف. يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أيضا في كتابه الفردوس الأعلى في صفحة 79، يقول: وخلاصة ذلك أن طريقة الإمامية في تعيين من له حق المرجعية، طريقة الإمامية هذه هي سنة السلف الصالح في تعيين من له حق المرجعية من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الأنصاري، هي النظر إلى مقدار إنتاجه وكثرة مؤلفاته، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، ولكن توجد نكتتان إضافيتان موجودة في هذا الكتاب. يقول: وعظيم خدماته للشرع والإسلام. القضية ليست قضية فقط البعد النظري، أن يجلس في مكان ويكتب، لا، هذا ليس معناه له كفاءة مرجعية الطائفة، لابد عنده خدمات. بس هذه الخدمات بمختلف الأساليب، بأي طريق، مؤسسات، جامعات، في البعد الفكري لحفظ المدرسة. وعظيم خدماته للشرع والإسلام، التفتوا إلى النقطة الثانية الإضافية، ومساعيه في صيانة الحوزة والذب عنها. ما معنى الحوزة؟ يعني حوزة مدرسة أهل البيت، هذا الذي أنا عبرت عنه أنه الحصن، هذا الذي عبرت عنه أنه السور، هذا السور لابد أن يوجد حول الجميع في هذا المجال. ومساعيه في صيانة الحوزة والذب عنها لا ببذل المال وكثرة الدعايات الناشئة من المطامع والأغراض، أعاذنا الله وعصمنا من كل سوء وشين إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.